مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر ومع حاصله كوفيد لمساء اليوم هنا بجهه سوس ماس، حيث تم تسجيل ما يناهز 62 اصابه جديده بفيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، وسجلت بكل من عملة إنسكانيت ملول ب 27 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وعملة تقدير دوتنان سجلت هي الأخرى 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما إقليم تزنيت سجل فقط 8 إصابات، وشتوكا إتباع هي الأخرى سجلت 3 إصابات جديدة، فيما تارودانت هي الأخرى سجلت 3 إصابات، فيما إقليم طاطا لم يسجل أي إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبالنسبة للوفيات فلم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. فبالعودة إلى هذه النتائج التي يتم تسجيلها بشكل يومي، فيتأكد ابن ملموس بأن الفيروس لا زال يسري بيننا ولا زال منتشر، وعدد كبير من الحالات الحاملة لفيروس كورونا تتجول بيننا، فالمزيد من الحذر المزيد من الالتزام إخواني أخواتي الكريمات حتى تجنبوا أنفسكم مغبة الإصابة بهذا الوباء اللعين. فنريد أن نعود إلى حياتنا الطبيعية، نريد أن تعود الحياة إلى مجراها الصحيح، وأن تعود بطبيعة الحال إلى سالف عهدها. فاليوم إلا سجلنا 62 إصابة، فربما غدا بالتهور ديالكم غدا قد نسجل أكبر من هذا العدد. فكنا سجلنا جهة سوس ماس كجهة خالية من وباء كورونا منذ أشهر، لكن الفيروس يعود مجددا ويضرب بقوة هنا بجهة سوس ماس، حيث تم تسجيل يعني هذا العدد اللي هو 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وعلى المستوى الوطني فيتم تسجيل أعداد كبيرة من الفيروس، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء التي تتربع على عرش أكثر الجهات التي تسجل أرقام قياسية في هذا الوباء اللي هو وباء كورونا كوفيد 19. بالنسبة لحالة الوفيات فلم يتم تسجيل أي حالة وفاة هنا بجهة سوس ماس خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي فنتمنى بطبيعة الحال أن تلتزموا أكثر وتتقيدوا بالتدابير الاحترازية والوقائية من أجل مجابهة هذا الفيروس، ومن أجل الحفاظ على سلامتكم وسلامة أفراد أسركم وعائلتكم. فالمرء وجب عليه تجنب كل ما من شأنه أن يلحق الأذى بنفسه وبغيره. فطبيعة الحال يعني ربما كنشوفوا عدد كبير من المواطنين لم يعودوا يرتدون الكمامة، لم يعود يقومون بالتباعد الاجتماعي، وأيضا المصافحة وغيرها من الأشياء اللي ممكن تنقلنا الفيروس. فغادي نذكركم إخواني الكرام فقط يعني بهذه الحصيلة اللي هي حصيلة تم الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة مساء اليوم، حيث تم تسجيل 62 إصابة جديدة على مستوى جهة سوس ماس ككل، سجلت منها 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى عملة إنسكانيت ملول، و21 إصابة على مستوى عملة أكادير دوتنان، فيما إقليم تزنيت سجل فقط 8 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وإقليم تارودان سجل هو الآخر 3 إصابات جديدة، وإقليم شتوكيتبا هو الآخر 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. هذه هي الحصيلة وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة لمساء اليوم، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر وحصيلة أخرى. إلى الملتقى، المزيد من الحذر المزيد من الالتزام حتى نتجنب ما هو أسوأ في قادم الأيام. تحياتي لكم وإلى الملتقى.